بيس اغلى ورقه تحيه حاج حامد حبيبي تحيه جاليه لاحلى فرح واحلى ناس قاعده واحلى ناس بتسمع صح كده؟ واللي بيحب ربنا يسقف معاك يا النبي، اللي خايف منه يسقف معاك، اللي خاف من ربنا بس سقف معاك. تحيه جاليه للحاج محمد ابو حمزه، تحيه جاليه يا شيخ راشد استاذ كرم استاذ احمد استاذ احمد برضه عم سيد، تحيه جاليه للفرقه الموسيقيه حبيبي عليا. هنسمع اللي انت عايزه، اللي انت عايزه مصر الموسيقيه من اهل الاهليه شهراي المصري صالح المصري حبيبي الدورش. عين عليك يا سيدي، قول يا ليه. ايوه الصوت عشان خاطر الشيخ محمد السلام بتاعه هو قال بقول اصل معاك الفلوس من رحال البحر الخير اسرق جمايل يحصدها جمايل خير قال لي قبل يرد الجميل بالجميل بالخير بقول اصل معاك الفلوس من رحال البحر الخير يسرق الشر دايما اسى لا تروح له ولا يجي له شوف الاصيل ورد له مديله من عند شجيله حبيبي حال اسر ابتسم ونادي الشباب تعسر عم طارق بدر انا اسف معلش عم طارق عم طارق بدر بعد ما فين هو رايح فين حاج طارق بدر النهارده أهل الناس كل حبايبي الحاج بدر طارق يلا الفيديو والكاميرا الشريفة الفيديو والكاميرا الشريفة ماشي يلا باشا يلا باشا الحلبي 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 خد تلجنا صباح الفل عليك صباح الفل يا عاشق الفن قوم اسهر معانا الليل واسمع منادي بصوت هادي بيقول يا ليل يا ليل ولا كل من قال يا ليل يا شيخ فنان بقاله مقام اصل لوقت الغرور مايل وعمره مقام ده الفن مش بكتر الكلام ده الفن اللي يفهم السلام ده يسقف عليه صح كده حبايبي الشباب اللي معانا صح كده بقول تعاش الراجل تموت راجل تعاش الحرة تعادي كل يوم راجل ملعون ابو الفلوس اللي مع الديوس اللي مع احمال بايده العماد بتبوس واللي بلا مال واللي بلا مال بايده الرجال بتدوس الله يجازي الفلوس وإن كنت راجل يا راجل ما تعاشر إلا راجل وإن كنت راجل يا راجل ما تعاشر إلا راجل يا ما ناس كتير بتقعد يا شيخ يا ما ناس كتير بتقعد لكن في الأساس بدون راجل وإن كنت معلم يا معلم ما تمشيش إلا مع معلم مش بالشطارة أبدا يا ابني ولا بالعلم يا متعلم ولا كل من قعد مع ناس الناس تقول
كل يا معلم يموت الغشيم والعبط وابو رياله وهو لسه بيتعلم. صباح الفل لفين السلام الساعه معلم. صباح الفل عليك اللي مني الشيخ اللي بيمس عليك يا ابو حمزه حبيبي حقيقي حقيقي على المرار ما بقتش قادر. اسمع اسمع تعالى ترقص معايا. لا هتيجي انت والعريس. لا هزعل والله والله لا ازعل والله لا لا عشان الحاج عربي ورايا. تعالى يا حاج. واما ما عن الحبل مني طب اللي مني ما شالش قلبي قول لي قلت يا اخويا قلبك ما بقتش خلاص يا اخويا واللي كنت بحبه خالص قلبه ما فيهوش ودي خالص. شفت منكو حاجات ضحايا عليك انا لسه صغير اللي مني. سامح سامح حبيبي السمبرتي عشان اقصف عشان اللي مني زعلك او مش فاهمني عيني. تعالى يا عز والله العظيم انت سميع انت سميع. عينيا حاضر يا ابت عينيا قبل ما انزل لازم اشغل كده شويه. عينيا عينيا ايوه ايوه سي ايوه Thank you.
الدنيا بساحة زمن ملاش أمل ولا يوم تودع وتفتحها وبسرعة تقبل يوم يوم تودع وتفتحها وبسرعة تقبل يوم قسيمك الزمن اللي بيحب ربنا بيسقف معانا كده على السلام ده صح كده حبيبي نور الدنيا الدنيا ساحة زمن ملحش امل ولا يوم دي وانت وبفتحها والسلحة تقبل يوم والعالي مهما عالي نشيله هينسى اليوم كذاب وغلطان يا اللي بيقابل للزمن كذاب اعمل لي بكره حساب لحسن هتقبل يوم صباح فل عليك كل ما نزال البركة وكل ما جاله صوت حبيبي الله ينور عليك الصوت والقليل جافي ولو امشي حافي ولا تحوجنيش يوم يوم ليه اهل الهوى قبل ما تسلموني اسمعوني واسمعوني اسمعوني اسمعوني وفهموني طب اسمعوني وفهموني أشيلها يابا 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 يا عشقنا عشقنا سوا وشريفنا شريفنا 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 شريفنا
صلوا على النبي يا ولا الناس اللي في الطرقه ديت يا سنهور. هو اسال واحد اساله لكم، في حد بيشجع نادي الزمالك هنا؟ 1 2 3 4 5 6 10 20. طب بقول لكم ايه، اللي بيشجع نادي الاسماعيلي فين؟ نادي الاسماعيلي. طب في اهلاويه في الفرق؟ الله يسامحك. طب اقول لكم على حاجه، اقول لكم على حاجه، اللي بيشجع منتخب مصر يوم يقف، اللي بيشجع منتخب مصر يوم يقف. بص بص عمو السيسي